بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المثال الثاني حول التعامل مع الملفات، استدعاء الملفات من الأداة أو من واجهة الـ Open File Dialog وإظهارها في الأدوات اللي هي من نوع Collections مثل List Box و Grid View و List View وغيرها من الأدوات. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتعامل مع فكرة جديدة، وهي استدعاء هذه الملفات، طبعا أكثر من ملف، إلى داتا جريد فيو، ولكن بطريقة شوي مختلفة. هنقوم بتجزئة المسار إلى عدة أقسام، ومن ثم وضع كل قسم في حقل. يعني شو معناته هذا الحكي؟ نحن نعرف إنه المسار، خلينا نجي نعمل مثلا ستارت هون، نعرف انه المسار بيتألف بهذا الشكل. مثلا اسم ملف اسمه test.txt. هذا المسار هو بيتألف، الجزء الاول اللي هو الدايركتوري نيم، بيرجع اسم الملف اللي هو test، وبيرجع بعدين في عنا الاكستنشن وهو امتداد او صيغة الملف. نحن بهذه الحلقة ان شاء الله حنقوم باستخراج بحسب طبعا المسار اللي بنحدده للملف. هنقوم باستخراج الدايركتوري نيم اللي هو البارتيشن او المقسم اللي تابع له الملف، ومن ثم اسم الملف، ومن ثم نوع الملف او امتداد او صيغه الملف، وحنخزنهم داخل الداتا جريد فيو. انا انشات بالداتا جريد فيو 3 كولومز، الكولوم الاول بيمثل الدايركتوري نيم، هنخزن فيه اسماء المقسمات او البارتيشنز، ومن ثم الفايل نيم وهو اسم الملف، هنخزن فيه اسماء الملفات، واخيرا الفايل اكستنشن وهو نوع الملف. كيف حتتم هذه العمليه؟ خلينا نروح ونشوف كلوز، هنيجي على الفورم ونطلع لعنا على اعلى الصفحه ونضيف بعض المتغيرات. اول شيء هننشئ متغير نخزن فيه الدايركتوري نيم، ماشي الحال، الدايركتوري نيم وهو البارتيشن او المقسم الموجود عندنا بنظام التشغيل مثل السي مثلا او الدي او الاي او الاف وغيره، وحط الايميل الافتراضي للمول، ومن ثم حنشئ متغير تاني حخزن بداخله اسم الملف، اوكي، يكون ايميل افتراضي للمول، واخيرا حنشئ متغير اسمه فايل اكستنشن، وحنخزن داخل هذا المتغير امتدادات الملفات او انواع الملفات. اوكي، طيب هنيجي على الزر اللي عندنا هون اللي من خلاله نحن حنفتح الفايل او الاوبن فايل ديالوج، فهنقول له ننشئ انستانس جديد للاوبن فايل ديالوج، يكون الاوبن فايل ديالوج، ومن ثم نحط الشرط عند فتح الـ Open File Dialog if op.show dialog equal equal dialog dot ok. وطبعا بما انه نحن بنتعامل مع اكثر من ملف، ما ننسى نضيف بعد ما ننشئ instance عن الـ Open الأداة او الكلاس اللي هي الـ Open File Dialog، نحط نغير خاصية الـ Multi Select إلى True، فحنيجي للـ op.multi select equal و حنيجي عندنا هون نقول له انه الـ underscore file، سوري انا سميته عندنا الـ array هو الـ file path بيساوي الـ opd.file names. اوكي، طيب بعدين هنيجي نعمل لوب، هيرجع لنا string سميه مثلا file، والكولكشن هيكون هو الفايل باث. اوكي، ولكن كيف نحن بنقدر نقسم الملف او مسار الملف؟ هنستخدم الكلاس اللي هو باث. اوكي، فهون المتغيرات هلا حنبلش نستفيد منهم. اول متغير اللي هو عندنا الدايركتوري نيم،
نستخدم الأداة اللي هي path.getDirectoryName. فهو هون لاحظ برجع لي شو directory name، وبتاخد one parameter لاحظ .getDirectoryName بياخد شو؟ بياخد one parameter string path returns the directory information for the specified path string. طيب كيف بدنا شو هو الايميل بدنا نعوضها بالباراميتر؟ حنعوضها من خلال الفايل لانه هو بيحمل المسار. هذا اول خطوه. الخطوه الثانيه رح نحط كمان الفايل نيم. اوكي فايل نيم، فايل نيم بيساوي كمان path dot get. نحن بنرجع شو الفايل نيم، هذا الفايل نيم عندنا هون، وكمان هو بياخد one parameter حط له ايضا الفايل. واخيرا عندنا الفايل اكستنشن، نستخرج كمان الفايل اكستنشن بيساوي path.file extension get extension file extension. اوكي فايل، بعدين هنخزن هيدي المتغيرات، كل متغير حنخزنه بحقل بقلب الداتا جريد فيو. فحنجي نقول داتا جريد فيو 1.rows.add، ونبلش نحط اول شيء الدايركتوري نيم باول كولوم، نرجع نحط الفايل نيم فايل نيم بتاني كولوم، واخيرا الفايل اكستنشن باخر كولوم بهذا الشكل. خلينا نجرب نشوف ستارت. هنعمل اوبن براوزر ونختار مجموعه من الملفات بهذا الشكل واوبن. لاحظ كيف اختار الملفات، حط الدايركتوري بمكان، الفايل نيم بمكان، والفايل اكستنشن حطه بمكان اخر. ان شاء الله في الدرس المقبل سوف نتحدث عن خدعة أو طريقة أخرى. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.